الشركات دي، لكن طبعا ما عندهم القدره في انهم يستخدموا السلاح، لان القوات الموجوده داخل لسه مدبنى هو فيه هيكل، طلعوا فيه ايضا عناصر من كتائب الظل وعناصر ايضا بيت، في حاله انه انا عايز اغير، عايز اجيب ملابس، حتى رجعتي بتكون ساعه ساعتين وبيجي راجع. يعني يوم 22 لما رجعت مشهد يوم 29 رمضان، مشهد السيء جدا، المشهد الغريب جدا، المشهد اللي صدم جميع السودانيين، جميع المتفائلين بثوره سودانيه عظيمه، ثوره كانت مطالبه بسيطه جدا، ثوره كانت يعني بتطالب بالمدنيه، بتطالب بحقوق كثيره جدا جدا، تم انتهاكها بالشكل الغريب ده. قاعد الناس كانت متواجده هناك لحظه التركيز انه القوات دي تتبع لي، لكن اطلقت علينا الرصاص. بعد ذاك المجلس العسكري نفى انه ديل ما تابعين له. اوكي. اي انت شايف دخان. ما بنفس الطريقه دي برضو، هاي برضو دي كنا قاعدين فيها وتم فيها اطلاق النار علينا وفيها مصابين ظاهر في الصوره، سيارات بيضاء ما فيها لوحات، فيها افراد بيرتدوا